إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، لقد جعل الله عز وجل الأسرة أساس الحياة على هذه الأرض، وموضع السكن فيها، ووثق هذا الرابط بالمودة والرحمة. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والأسرة هي أساس السكن والسعادة. قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وجعل سبحانه وتعالى الأسرة سبب عمارة الأرض. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فجعلها قائمة لأجل أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، وتقيم الدين لله عز وجل وحده لا شريك له. والأسرة موطن الاستقرار وأساس البناء للمجتمع، وهي الحاضن والمربي الأول للفرد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه بعد يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه الإمام مسلم. وحتى يكون بناء هذه الأسرة بناء عظيما وبناء متينا، لا بد للإنسان أن يبذل أسباب قوة هذا البناء ومتانته، بدءا من اختيار الزوجين بعناية فائقة، بمعنى أن يختار كل واحد من الزوجين الآخر على اعتبار صحيح قائم على صلاح الدين وكمال الخلق وحفظ الأمانة وحسن التربية. فهذا هو أول معيار لقوام هذه الأسرة وصلاحها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. فالرجل عليه أن يجعل أساس اختياره ذات الدين إذا أراد أن يقيم أسرة صالحة، فلا بد أن يبحث أولاً عن ذات الدين والخلق. وعليه كذلك أن يحرص على انتقاء المرأة التي تعينه على طاعة الله عز وجل. وعلى ولي المرأة أيضاً أن يختار لابنته الصالح الأمين صاحب الخلق المستقيم، فإن ابنته وأخته أمانة تحت يده، فليس عليه أن يتساهل في مثل هذا الأمر الخطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام:
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فكم من زوجة وولي أمر وزوج ندموا بعد أن اختاروا من لا دين له ولا خلق ولا أمانة، حينما كان معيار اختيار الزوجة معيار المال والمنصب والجاه، كانت النتيجة هي الندم. ولما كان معيار اختيار الزوج هو الجمال المجرد من الخلق والحسب، من الجمال المجرد من الخلق والحسب الخالي من الدين، كانت النتيجة أيضا هي الندم. ثم إذا اختار كل من الزوجين صاحبه، فإن الواجب بعد ذلك أن يعرف كل منهما ما للآخر من حقوق عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومع ذلك مما يجب أن يفطن له أيضا بعد بذل الأسباب وأداء الحقوق، فإن الأسرة لا بد أن تمر في مسيرتها بمراحل ربما تعكر صفو هذه الحياة الزوجية، وتمر بعواصف ومطبات. لكن لما كانت هذه الأسرة وبناؤها قائم على التقوى والصلاح وحسن العشرة والصبر على بعضهما البعض والرفق فيما بينهما والتغافل وعدم إدخال المخببين بينهما، فإن هذه الأسرة حتما ستتجاوز هذه الخلافات، لأنها استعانت بالله أولا وبالدعاء، وكذلك أيضا بأن يعترف كل واحد للحق الذي عليه لصاحبه. وعلى الإنسان أيضا، وهذا من الخطأ الوارد والمشاهد وللأسف الشديد في الآونة الأخيرة، وهو أن بعض الأزواج يبادر عند أدنى خلاف إلى طرق أبواب المحاكم والشكوى في قضايا كان يسع الجلوس فيها والتحاور فيما بين الزوجين، وفي خلافات يسيرة تافهة كان من الإمكان حلها بالتفاهم. لكن للأسف الشديد يأتي من يذكي هذه الخلافات، وقد يكون هؤلاء من أقارب الزوجين، فيلجئ هؤلاء الزوجين إلى المحاكم وطرق أبوابها، حتى يصبح ما كان ممكناً من حل الخلاف بالأمس مستحيلاً في الغد. معاشر المسلمين، إن من أهم ما يجب على الأسرة رعايته والاهتمام به تربية الأبناء والبنات تربية صالحة قائمة على الإيمان والإسلام. وهذه هي الخطوة الثانية بعد اختيار كل من الزوجين، وهو القيام برعاية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة. إذا أراد الإنسان بيتا سعيدا وأسرة صالحة، لا بد أن يبذل السبب بالقيام بأبنائه بأن ينشئهم تنشئة حسنة على الخلق الكريم والأدب القويم وعلى حب الخير وتجنب الشر والفساد، سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الفتن وفشت فيها الشرور وسهل الطريق إليها حتى أصبحت في متناول اليد، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. وفي هذا الوقت تحديداً يتأكد على كل من الوالدين والزوجين القيام بأولادهما، وعليهما أن يمتثل أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا البيت الذي يقوم على طاعة الله عز وجل وعلى التناصح بين أفراده، لا شك أنه بيت سعيد قائم على رضوان الله عز وجل. قال بعض السلف في بيان البيت السعيد، قال: إن البيت الذي يذكر الله فيه ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم
قال: بيت يتسع بأهله ويكثر خيره وتدخله الملائكة وتخرج منه الشياطين. فالأبوان قدوة لأولادهم، فإذا قام الأب بتوجيه أولاده وتعليمهم على الصلاة قولا وفعلا، وقامت الأم بتعويد بناتها على الحجاب والاحتشام قولا وفعلا، فلا شك أن مثل هذا سبب عظيم يقوم عليه هذا البيت السعيد. وتتأكد هذه الوصايا بالقيام بالأولاد سيما في هذه العطلات الطويلة التي نحن في مبتدئها، فعلى كل من الوالدين أن يحرص على أن يستغل أولادهما هذه العطلة استغلالا حسنا، فإذا ما استغلوا هذه العطلة الطويلة والإجازة الممتدة فإنه يخشى أن تكون العواقب وخيمة والنتائج سيئة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن والفقر والغنى والغيب والشهادة والقوة والضعف. معاشر المسلمين، إن من أهم أركان بناء الأسرة وقوامها وسعادتها واطمئنانها رعايتها وتوقيرها للكبير، وبرها وإحسانها للوالدين. قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. مع وجوب الدعاء لهما والثناء والشكر على ما قدماه لذلك الإنسان، قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإذا كانت الوصية متجهة إلى الوالدين فإن للأبناء أيضاً وصية خاصة بهما، فعليهما ببر الآباء وصلة الأرحام، فإن هذا أدعى أن يقتدي بهم أبناؤهم فيبروهم ويصلوا أرحامهم، فتستمر رحلة البر والصلة ومسيرة الخير والرحمة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. إن مما يؤسف له في هذا الزمان وللأسف ظهور قطيعة الأرحام والتدابر والهجر بين الأقارب وأفراد الأسرة والأرحام، فضلاً عما يكون من التهاجر بين الأباعد من المسلمين والجيران، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى انتظار الجزاء والمكافأة من الطرف الآخر حتى يصله أو يحسن إليه. وهذا يستدعي من الجميع أن يقطعوا هذا التدابر والتهاجر. وإن مما نسمعه في هذه الأيام، وهو مما ينتشر ويفشو، أن بعض الناس يظن أنه مطالب بالصلة فقط في ليلة معينة ثم ينسى التهاجر طوال السنة، وكأنه مطالب فقط في قطع الهجر والتدابر في هذه الليلة دون غيرها، وكأنه يباح له أن يهجر أقاربه وأن يقطع أرحامه وأن يهجر جيرانه في السنة كلها. وهذا لا شك أنه من الخطأ بمكان، فإن الله عز وجل أمر بقطع الهجر وأمر بقطع التدابر في العمر كله، وقد جاءت الأدلة الكثيرة المرهبة والمخوفة من قطيعة الرحم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كقتله. فإذا كان هجره سنة واحدة كمن قتله، فكيف بمن يهجر لسنوات وعقود طويلة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الإنسان أن لا ينتظر الجزاء من الآخرين،
فإن الثواب المترتب على الصلة وقطع الهجر لا شك أن الثواب عند الله عز وجل ثواب عظيم وجزاء كريم، ولذلك كان من أول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة، وهذا درس للأمة في وجوب اجتماع الكلمة ونبذ التهاجر والفرقة والاختلاف، فكان من أول ما قال عليه الصلاة والسلام كما روى عنه عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا إليه لينظروه، قال: فكان أول شيء تكلم به: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم القطيعة والتهاجر، وأن يجنبنا وإياكم التدابر، وأن يجمع قلوبنا على الخير والحق. اللهم أصلح الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأزواج والزوجات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتي إلى البر والتقوى، إنك ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. القدم بالقدم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.